السلام عليكم ورحمة الله، صح رمضانكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. الحالة راهي بيا مع هذا أو ياكل بيا، السبب الوحيد لأنه أمهم على ما وكلتهمش. ها يا خالتي، هاي رجلها، شوفوا رجلها، هاي الأنثى تاعي اللي نورمالمون مكولاش رجلها مريضة، دوكا هم خرجوا هم كبار ولا ما شاء الله. مي الحمد لله، دوكا حنداويها انا. ها واش نداوي بها؟ نداويها انا، درت ندير الجفال، قطعة الجفال في زيت الزيتون، مجربة رجلها كيما هكا، بربي ان شاء الله يومين ثلاثة نشوفوها كيف تفش ونعتوها لكم، بربي ان شاء الله بلي ارتاحت. واش حنقول لكم؟ صحة فطركم. هذا هو السبب الواحد، رجلها مسكينة تقدرش تحطها، ما قدرتش توكل، ما قدرت دير والو. سما الحمد لله على كل حال، هذه من اروع الاناث اللي عندي ما شاء الله. دوك نداويها بربي ان شاء الله، وخليكم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصحه فطوركم.